وفي أخبار الرياضة، يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي عقب مران اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة الزمالك المرتقبة غدا في نهائي كأس مصر. ويتطلع النادي الأحمر للتتويج بالبطولة لإسعاد جماهيره بعد ضياع بطولة الدوري لصالح الزمالك. ويعلن فتح مبروك المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر، وستشهد غياب حسام غالي لإصابته في العضلة الخلفية وفقا لتأكيدات الجهاز الطبي، فيما سيدخل الغاني جون أنتوي القائمة بعدما تمثل للشفاء من إصابته في الكاحل. وارتفعت أسهم ماليك إيفونا في دخول قائمة مباراة اليوم بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة هو الآخر. في السياق ذاته، يدخل فريق نادي الزمالك اليوم معسكرا مغلقا في أحد الفنادق استعدادا لمباراة القمة أمام نادي الأهلي في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامتها في استاد بتروسبورت غدا الاثنين. ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مران اليوم باستاد حلمي زامورا بميت عقبة، ثم يختار البرتغالي فيريرا القائمة التي ستخوض المباراة للدخول في معسكر مغلق. وستشهد قائمة الزمالك عودة أيمن حفني صانع ألعاب الأبيض بعد غيابه عن مباراة سموحة الأخيرة، فيما سيغيب محمد إبراهيم وإبراهيم صلاح بسبب الإصابة.